اليوم الأحد تنتهي مهلة تنفيذ تعميم مصرف لبنان رقم 154 الذي يطالب القطاع المصرفي بزيادة رأس مال المصارف بنسبة 20% وتكوين نسبة 3% من السيولة في المصارف المراسلة من مجمل الودائع في لبنان. بس ماذا يفرضه التعميم 154 على المصارف؟ بموجب هذا التعميم ينبغي على البنوك زيادة رؤوس أموالها وزيادة سيولتها لدى المصارف المراسلة بنسب معينة، وهو ما يعتبر صعب في ظل عدم استقرار اقتصادي وسياسي. وفي مواجهة التعميم تنقسم المصارف إلى ثلاث فئات: الأولى ضمت في ملفها مقترحات غير قابلة للتطبيق كإضافة سيولة لم تحصل عليها بعد، والفئة الثانية طلبت تمديد مهلة تقديم الطلبات لإنهاء لم تؤمن الزيادة فيه بعد، أما الفئة الثالثة فتجسد العدد الأكبر من المصارف التي قدمت طلبات لزيادة الرأس مال. إذن ما لا شك فيه هو أن القطاع المصرفي اللبناني اليوم في أسوأ أحواله، وأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد إجماع على جدوى هذه الخطوات المتخذة، وإن كانت هي بالفعل طوق النجاة المنتظر أو مضيعة للوقت والجهد سينتج عنها حتميا المزيد من التدهور الاقتصادي. دعونا نتابع في البداية تفاصيل الوضع في لبنان. يبدو أن مرحلة جديدة تنتظر القطاع المصرفي في لبنان مع حلول نهاية شهر فبراير، وهو الموعد النهائي لتنفيذ تعميم مصرف لبنان المركزي رقم 154 الذي يطلب من المصارف تنفيذ سلسلة من الإجراءات، وتشمل زيادة رؤوس أموالها في الداخل بنسبة 20% وزيادة سيولتها لدى المصارف المراسلة بنسبة 3% من إجمالي ودائعها بالعملات الأجنبية، هذا بالإضافة إلى حث عملائها على إعادة جزء من أموالهم المحولة إلى الخارج اعتبارا من أول يوليو 2017. المصارف التجارية في لبنان البالغ عددها 47 مستاءة من الأجواء المشيرة إلى رفض مصرف لبنان تعليق المهلة، وهي تعتبر أن التعميم غير قابل للتنفيذ لأكثر من سبب. تكوين ما يوازي 3% بالعملات الصعبة ووضع لدى مصارف مراسلة، هذا شكل تحدي لبعض المصارف. ليش؟ لأنه وقت مصرف لبنان أصدر تعاميمه بآخر آب الماضي، لا مصرف لبنان ولا المصارف التجارية كانت معتقدة أنه من بعد أكثر من 6 شهور من استقالة الحكومة ممكن ما يكون عندنا سلطة تنفيذية بلبنان، وبالتالي ما بدأت العملية الإصلاحية والإجراءات، ومع عادة السلطات إلى طاولة المحادثات مع صندوق النقد الدولي. مصرف لبنان رح يتملك أسهم هالمصارف هيدي اللي ما قدرت تلتزم، ويعمل إعادة هيكلة لإدارتها ويحافظ على الودائع اللي فيها، ولاحقا ممكن يدمجها بين بعضها ويعرضها للبيع محليا أو خارجيا. في المقابل يرى خبراء اقتصاديون أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامي يحاول إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنقاذه من خلال التعميم المذكور. هدف حاكم مصرف لبنان هو إعادة تنقية القطاع المصرفي، لأنه لم يعد جائزا له العمل كما كان في السابق. يعني خلال الأزمة تعرض العمل المصرفي وفق المبادئ التي كانت سائدة لانتكاسة مع أقفال المصارف، ارتفاع سعر الدولار، وقف التحويلات، وقف الودائع والقروض، يعني تعطل النظام المصرفي بشكل كامل وتحولت مصارف لبنان إلى كونتورات. لا قيام لاقتصاد لبنان بدون نظام مصرفي جديد يتلائم مع ما تتطلبه مؤسسات المجتمع الدولي، الوضع القائم، أسعار الدولار المتفاوتة. ويبقى تحقيق الاستقرار السياسي من خلال تشكيل حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات مطلبا أساسيا لكل الأطراف من أجل تحديد مصير القطاع المصرفي. مع حلول الموعد النهائي للتعميم رقم 154 سيدرس مصرف لبنان ملف كل مصرف تجاري على حدة، وسيتخذ القرار المناسب بشأنه، وقد يتقلص عدد البنوك حسب خبراء إلى نصف عددها الحالي على الأقل. رودين أبي خليل، الحرة، بيروت.
إليكم الآن مشاهدين الآن بعض المعلومات حول التعميم 154 وبنوده. في البداية، يفرض هذا التعميم على المصارف اللبنانية حث عملائها الذين قاموا بتحويلات تفوق قيمتها 500,000 دولار أو ما يوازيها بالعملات الأجنبية إلى الخارج على إعادة ما نسبته 15% من أموالهم وإيداعها في حسابات مجمدة لمدة 5 سنوات. أما إذا كان العميل المعني يشغل منصبا تنفيذيا أو تشريعيا أو إداريا رفيعا في الدولة أو ما إذا كان من أحد رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة المصارف أو أحد كبار المساهمين فيها، فعليه إعادة ما نسبته 30% من تحويلاته المالية إلى الخارج وتجميدها أيضا لمدة 5 سنوات. هذا بالإضافة لفرض زيادة رؤوس أموال البنوك بنسبة 20% وتشكيل سيولة جاهزة في المصارف المراسلة بنسبة 3% من قيمة الودائع في لبنان. المهلة تنتهي اليوم، ولكن من الممكن تمديد المهل للمصارف التي تسعى جديا إلى زيادة رأس مالها والتي تحرز تقدما في هذا المجال مقابل حسم الأمر مع المصارف المتعثرة بشدة أو المتساهلة وغير المستعدة لتطبيق التعميم والتي سيكون مصيرها في النهاية التصفية. لإيضاح الصورة نستمع إلى أكثر من رأي حيال هذا الموضوع. بداية نرحب بالخبير الاقتصادي دكتور جاسم عجاقة، وأيضا نرحب بالخبير الاقتصادي دان قزي. مرحبا بكما عبر برنامج اليوم. نبدأ معك أستاذ عجاقة، يعني ألا يبدو التعميم 154 تعجيزيا على المصارف وغير قابل للتطبيق، علما أن المصارف باشرت في عمليات الدمج الذاتي وقد تتوسع؟ يعني ماذا رأيك، يعني ماذا يعني ذلك؟ أولا صباح الخير سيدة زميلك، لضيفك الكريم وللمشاهدين الكرام، وأنا أشكرك على هذه الدعوة. حقيقة يعني نحن بنعرف أن النظرية الاقتصادية عطي الدور للمصارف، وهذا الدور طبعا المصارف هو دور تمويل الاقتصاد بشق الاستهلاكي أو الشق الاستثماري. المصارف بالحقب الماضي كانت عم بتدين الدولة وعم بتدين الاستهلاك، ولكن لم تكن تقرض الاستثمار. اليوم من بعد هالأزمة، من بعد وصولها الأزمة، صارت عم تشتغل كشبابيك لسحب الأموال فقط لا غير. لذلك المصارف فقدت دورها، وصار اللبناني وحتى الاقتصاد صاروا عم بيشوفوا المصارف مثل كأنه حابسة الأموال. في التعميم رقم 6939 يلي هو إطار تنظيمي طلع من بعد جريمة مرفأ بيروت لتنظيم عمل المصارف، والتعميم الحالي 154 يلي نحن عم نحكي فيه هو قرار أساسي رقم 154، إجا بروحية هذا التعميم السابق يعني 6939، فرض عليهم أنهم يرجعوا يكونوا حالهم تيرجعوا يبلشوا نشاطهم. في شغلة كتير منطقية لازم نعرفها، المصارف بدها ترجع أول شغلة تبلش تعطي الثقة، والثقة ما بتقدر تجي إلا من خلال مثل ما بقولوا ملائتها المالية. اليوم بالسوق إذا بتحكي مع حدا بيقولوا لك المصارف اللبنانية ما أفلسة، فإذا إذا كانت المصارف اللبنانية ما أفلسة فلتختفي من الساحة، إذا لم تكن ما أفلسة فإذا خليها تكتفي بهال أو خليها تستوفي هالشروط هذه. لذلك نحن بنعتقد إنه هاو الشروط شغلة كتير أساسية إذا المصارف اللبنانية بدها ترجع. طيب، تاخذ دورة اللي كان سابقا. نقطة الثقة مهمة جدا، دعني أتحول بهذه النقطة إليك أستاذ دان. يعني كيف يمكن اليوم للمودعين استعادة هذه الثقة وأن يقتنعوا بإعادة جزء من أموالهم مرة أخرى إلى البنوك المحلية بعدما فقدوا كليا الثقة في هذه المصارف؟ والأهم من ذلك، ما المغري في الموضوع إذا كانت يعني الفوائد أو العوائد، عوائد الإيداع ستكون قليلة جدا لأن البنوك ستعتمد بطبع العوائد القادمة من البنوك المراسلة أو مصارف المراسلة لكي تعطي المودعين فوائدهم بالتالي؟ شكرا. هو بالنسبة للسؤال بدك تبلش بالموديل، يعني المنظومة للقطاع المصرفي اللبناني القديمة. المنظومة القديمة هي شبيهة ببونزي سكيم، يعني كانوا يدفعوا مردود للمستثمر القديم من خلال جذب مستثمر جديد. طبعا وقت اللي الفوائد كانت كتير عالية وبطل يجي مستثمرين جدد انفجر هالبونزي سكيم.
فنحن اليوم إذا بدنا نحكي على استرجاع الثقة لاستعادة التدفقات المالية بالمنظومة القديمة، نحن عم نعمل يعني تبليشة لبونزي بارت 2 اللي هو مش الطريقة المضبوطة لحتى نرجع نبني القطاع المصرفي. فاليوم نحن بوضع لازم يصير فيه توزيع عادل للخسائر. بالنسبة للمودعين الصغار نحن عنا القدرة أنه ندفع لهم كل المبالغ، كل مصرياتهم، كل المستحقات. بالنسبة للمودعين الكبار لازم يصير في يعني admission إذا بدك أو اعتراف بالخسائر، ولازم يصير في توزيع الخسائر. قبل ما يصير توزيع الخسائر من خلال بيل إن مثل ما قال البروفيسور عجائة عم بيقول بعض المصارف ما لازم تنوجد أو تختفي، نحن عم نقول أنه بعض المستثمرين أو المساهمين بالمصارف ممكن يقل استثمارهم أو الأونرشيب برسنتج تبعهم من خلال البيل إن. يعني المودع اللي ما فيك تبدل له مصرياته بتعطيه أسهم بالمصرف اللي هو فيه الآن. أستاذ دان، يعني دعني أنتقل لدكتور جاسم. يعني أحد أهداف التعميم هو إعادة تفعيل المصارف، لكن يعني إذا كانت الأموال المودعة حديثا كلها ستحول يعني أو سيتم إيداع مثلها في مصارف المراسلة في الخارج، يعني ألا يعني ذلك بالضرورة وقف حال أعمال هذه البنوك، تعميم مصرف لبنان، بالتالي سيحول المصارف إلى وسيط بين مودع ومصرف المراسلة؟ بالنتيجة سيدتي الكريمة، المصارف اللبنانية هي مصارف وسيطة مثل العديد من المصارف، مهنتهم اسمها الوساطة المالية. في الواقع لا يجب أنه نشوف فقط بس الإطار تبع القطاع المصرفي بإطاره اللبناني البحت، هناك إطار إقليمي وإطار سياسي عم بيحوم على هالبلد، وبالتالي هناك إلزامية أنه بفترة مثل ما بقولوا أقله بهالفترة هذه الانتقالية قبل ما إيجاد حل للأزمة اللبنانية على الصعيد السياسي، يعني أكيد ما في ثقة، ما رح نقدر نسترجع الثقة. اليوم التعاون مع المصارف المراسلة هو لعامل الثقة أكثر من ما هو لشيء تاني. لذلك كتير مهم نعرف أنه بالنظرية المالية لا يمكن لأي شيء أن يمتص الخسائر إلا رأس المال. رأس المال هو اللي بيمتص الخسائر، هذه معروفة. هالمصارف يلي بدها تشتغل بدها تزيد رأس مالها وبدها تحط السيولة اللي لازمة، هذه هي السيولة يلي هي عم بتشكل الإشكالية الكبيرة. هدفها الأساسي بالدرجة الأولى هي أنه ترجع تمشي الاقتصاد، لأنه رح تساهم أكثر بعمليات لتحفيز الاقتصاد الوطني بحسب التعميم 154. من ناحية التطبيق هذا الأمر موضوع تاني، لازم يكون في تشديد للرقابة، لأنه أنا باعتقادي المصارف ارتكبت خطأ معين بسياساتها الماضية، وعلى رأسها اعتبار الدولة اللبنانية دولة مليئة، وهو أمر صحيح بالنظرية المالية ولكن مليئة بالعملة الوطنية مش بالدولار الأمريكي. هني قاموا بإقراض الدولة اللبنانية بالدولار الأمريكي، وهني عارفين من وراء مديريات المخاطر بالمصارف أنه هذه الدولة لم يعد عندها مليئة بالدولار الأمريكي. طيب أستاذ دان، يعني ربما هناك من كان يتوقع قبل صدور هذا القرار أن تكون هناك خطة إعادة هيكلة جذرية للقطاع المصرفي في لبنان، لأنه أيضا يعني هناك من يسمي الإجراءات التي حدثت بالترقيعات وليست كافية على الإطلاق، ولكن هل تتفق مع هذا الوصف؟ وهل هناك أي بوادر على نية رياض سلامي بعمل أي إصلاحات جذرية؟ لا، ما في شك فيه انه مثل ما حضرتك حكيت الترقيعات، يعني اليوم بتبلش بالتعميم 154 بحث المودعين اللي هربوا مصاري استنسابيا، المدراء البنوكي المعرضين سياسيا البابس بحثهم انه يردوا المصريات. فوقت تحث يعني عم تطلب منه انت بطريقه لطيفه. طبعا هيدا الشيء يعني مش حيتجاوب معه كثير من العالم، خاصه العالم المدعومين او العالم حتى العاديين اللي ما عليهم شيء انه من ناحيه يفلتوا عليهم هيئه الرقابه على المصارف او التحقيقات، لانه هيدي هي العصاية اذا بدك بالتهديد. فنحن بنعتبر انه اول شيء بدنا نفكر فيه من منطلق الارقام، يعني هو عم بحثهم للمصارف انه يجيبوا او للمودعين يرجعوا مصاري، وعم بيقول للمصارف لازم تجيبوا من هلا لليوم يعني اخر اليوم 3% من الودائع بما يسمى بفريش دولار او الدولار الحقيقي عند المراسلين.
طب طبعا هون اذا عملنا عمليه طرح كثير بسيطه بنعرف انه اذا عم بيبحثهم يجيبوا او عم يطلب منهم يجيبوا 3% من الودائع معناتها هن ما عندهم 97% من الودائع، يعني النقص هون 97 من الودائع مش موجودين، معناتها حتى لو المصارف نجحت انها تجيب 3% بعد في ناقص 97% من الودائع، وهون الاساس المشكله اللي ما بينحل بالترقيعات. نعم دكتور جاسم انتقل اليك، يعني سريعا من فضلك، هل يمكن التمسك بالتعميم 154 طويلا من قبل حاكم مصرف لبنان؟ أكيد هذا التعميم في بيان صدر عن مصرف لبنان من يومين وبأكد بشدد أنه رح يلتزم فيه، رح يلتزم بتطبيقه عمليا ابتداء من بكرة. رح يبلشوا المصارف يبعثوا ملفاتهم على مصرف لبنان كرمال ياخدوا مثل ما بقولوا كرمال يشوفوا مدى الاستيفاء ويعملوا عملية تقييم بالتحديد لجنة الرقابة على المصارف، وبعدين أكيد رح ترفع هذه اللجنة توصياتها للجنة كان شكلها حاكم مصرف لبنان برئاسة نائب الحاكم الثاني، ورح يطلعوا هذا بالنتيجة هاو كلهم على المجلس المركزي اللي رح ياخد القرار بمصير هذه المصارف. هلا نحن بنعرف أنه بالنسبة لرأس المال معظمهم استوفى رأس المال لأنه هذه حركة حسابية بالدرجة الأولى، ولكن الإشكالية الكبيرة هي بتأمين 3% لأنه هذه دولارات حقيقية بدها تخرج مثل ما بقولوا بدها تروح على المصارف المراسلة. هون في عنا إشكالية لأنه أكثر من نصف المصارف غير قادرة على تأمين هذه المبالغ، وهون ممكن يكون في مثل ما بقولوا تحت، لأنه بتعرف حضرتك في عوامل سياسية مثل كل شيء بلبنان في محسوبيات حتى بالمصارف، ممكن يكون في تمديد لمهلة 3% مثل ما ذكر بتقريركم، إذا في حال كان في جدية بهذا الأمر باعتقادي أنا ممكن يكون في تمديد، ولكن عملية التقييم مبلشي من بكرة، وأنا بعتقد أنه في مصداقية مش بس القطاع المصرفي، في مصداقية مصرف لبنان على المحك من ناحية عملية التقييم حتى تكون مقنعة بالدرجة الأولى للأسواق المالية. نعم. وللي عم بيعارضوا أكيد التعميم 154 أكيد هذه يعني مجرد البداية، ستكون هناك متابعات أخرى كثيرة لتفاصيل وتداعيات هذا الموضوع. شكرا جزيلا لكما من بيروت الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة والخبير الاقتصادي الأستاذ دان قزي، شكرا جزيلا لكما.